احد العائدين محمد عبد الهادي. ازيك يا محمد؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فندم. انت ما جيتش ليه البرنامج؟ والله يا فندم ما قدرتش اجي النهارده معلش. طيب يعني انت متابع الحوار من الاول؟ ايوه يا فندم. يعني قول لي انت رجعت بناء اشمعنى انتوا اتنين بس من 16 اللي رجعتوا بناء على ايه؟ انا يا فندم والله رحت الشقه عندنا بقت يعني انا بقيت شويه في المختار في مدينه جنبهم على طول يعني. ففجاه دخلت لقيتهم كل الجماعه عندي ثلاث اربع رجاله منهم اللي كانوا قاعدين في الفندق. قالوا ده سلامه ايه؟ واخد فلوس من الناس الليبيين والناس الليبيين بيدوروا علينا وكده. فانا قلت لهم طب ايه العمل؟ فصراحه بقيت يا دوبك رنيت على عبد اخويا اللي هو عمل التسجيل دوت. ببص لقيت ثلاث رجاله داخلين عليا، انت حضرتك محمد؟ قلت لهم ايوه. قالوا لي طب تعال عشان الشياب عايزينك ياخدوا منك كلمتين كده. الشياب اللي هم الناس الكبيره يعني. الناس الكبيره. فقلت لهم مفيش مشكله استاذنوا برضو صاحب الحوش قبل ما يجي عليا اللي احنا ساكنين فيه. فرحت معاهم قالوا لي يا محمد روح معاهم ما تقلقش. فرحت دخلت جوه لقيت احمد عم مهيمن قمر ومعاه ولد ابن واحد اسمه عبد مهني وواحد كمان اسمه ابراهيم. فالمهم قلت لهم قالوا يا محمد انتوا هتخشوا هتقعدوا معانا هنا عشان سلامة واخد فلوس وكده فلازم اهاليكم تطلع على اهالي سلامة تحركوا ان هو يبعت لنا فلوسنا دي. فقلت لهم يا اخوانا طب احنا ذنبنا ايه والكلام دوت؟ قال احنا معلش انتوا دلوقتي احنا بنتعلق بقشاية. يعني انت جيت انت مين التاني اللي جه معاك؟ اسمه ايه؟ كريم. انا جاي لك في الكلام، انا جاي لك في الكلام يا فندم. طيب اتفضل. فما حتى المهم ان هم قالوا عم كلمنا هنا وقامت قضيه راي عام وكده فعطلت ده زي ما تقول برضه قلق وقال انا مش هتحمل مشوار زي دوت لوحدي فقال انا في اقتراح تاني ان كلكم تمدوا شيكات كل واحد على شيكات. وتجمعوا لي انا عليها 27,000 دينار تجمعهم لي من بعض وهسيبكم. والشيكات ديت تعتبروها ما فيش شيكات ان تعتبروها امانه معايا وعمري والله ما نضرين لكم بيها بس اتحركوا لي سلامه. طب قلت له انا مش عرفني اساسا ان سلامه خد منك الفلوس دي؟ قال ما انا كاتبها هو. قلت له طب عادي الكتابه يعني هتودينا فين؟ المهم ان اقتنع ان هو بكده ان هو يمضينا على شيكات ويجمع 27,000 دينار مننا. فواحد ضمن ابن عمي اللي هو كريم. وانا قلت له والله انا ما معايا فلوس وعليا فلوس وناس ياما واكل عليا فلوس هنا متكل عليا هناك حضرتك 5,000 دينار. فالمهم قال لي ماشي هتبقى قلت له ابعتهم لك. فالراجل اقتنع ان انا ابعتهم له والكريم ابن عمك واحد قال خلاص عندي وتاني يا دوبك خلصنا قلت لهم مضى الناس كلها وتننا طالعين. يعني انت وابن عمك فقط اللي جيتوا بعد ما وعدتوهم ان انتوا هترجعوا السلامه يعني صح كده؟ ايوه. ال 16 التانيين اخبارهم ايه؟ ال 14 التانيين في ناس يوميها كانت طلعت شغل ورجعت تاني ورجعوا جابوهم تاني. يعني ال 14 التانيين فين دلوقتي؟ ال 14 التانيين دول يا فندم بيقول لك الحكومه خدتهم هو طلعهم من هنا والله اعلم ممكن يكون بلغ عليهم تاني من هنا ما هنعرفش. طيب انت سافرت ازاي يا محمد؟ كله مسافر هجره يا فندم. هجره غير شرعيه. هجره غير شرعيه معظم البلد هناك هجره غير شرعيه. بس عن طريق البر مش البحر. عن طريق البحر. البحر ولا البر؟ البر. البر والبحر. الاثنين مع بعض، يعني انت ركبت مركب؟ لا. في ناس بتركب مركب وفي ناس بتمشي من عشبة البحر. بتركب مركب منين؟ بتركب مركب بتحصل البحر بعد ما تعدي الحدود المصريه تخش في الليبيه. بتعدي مطروح والحدود وبتركب بحر بقى تروح برقه يعني. ايوه. طيب نصيحتك ايه لمن يفكر ان يسافر الى ليبيا بهذه الطريقه؟ تنصحه بايه؟
نعم. تنصح بايه اي واحد بيفكر يسافر ليبيا بالطريقه دي؟ والله انصحه فندم ان هو ما يمشي المشوار دوت. يعني انت اساسا ندمان انك عملت المشوار؟ انا فعلا والله زعلان. وفي ناس يا فندم هناك والله بتتباع ب 5000 دينار اللي بيني بعوم لبعض. لا بالراحه، يعني ايه يتباع ب 5000 دينار؟ بني ادم من لحم ودم يتباع؟ ايوه يا فندم، الليبيين بياخدوا بيبقوا جايين رايحين هجره وياخدوهم يطلبوا عليهم يحطوهم في مخازن، يطلبوا عليهم 5000 دينار اللي ما يجيبش من اهله من صاحبه من اي حد، ما لازم ياخروه عبالة ما يجيبهم. يعني بيخطفوا رهينه لغايه اما يجي فلوس وبعدين يطلق سراحه، انما مش مش بيبيعوا كجسد يعني، يقطعوا ويبيعوا يعني. لا لا ما فيش الا فلوس بس. تمام. احنا يا فندم دلوقتي احنا عايزين اهلنا يا فندم، واهالينا قلقانه كلك علينا عليهم. تمام، بشكرك يا محمد. تعليقك يا سمر. يعني عايز اقول لحضرتك انه بعد اول تسجيل نشرات الوطن رجل اعمال باسط بو عصرانه حاول ان هو يتواصل معايا، وكان وتواصل مع الاهالي وقال لهم انا عاوز رقم تليفون الصحفيه سمر عبد الرحمن اللي كتبت. بالفعل تواصل معايا وتوالت يعني توالت نشرنا. قال لي في البدايه انه هو في البدايه اصلا كان محتجز الولاد فعلا كرهائن علشان خاطر يرجع الفلوس اللي عنده سلامه، لكن لما موضوع التسجيل